السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي تلاميذ الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حل تمرينات رياضيات التقريب الأعداد لأقرب مليون. أنتم ماخذين تقريب في الصف الرابع الابتدائي، تعرفون شلون تقربون لأقرب ألف أو لأقرب 10,000 أو لأقرب 100,000. اليوم راح نتعلم شلون ناخذ لأقرب مليون. أول شيء خلينا نشوف هنا، يقول قرب العدد إلى القيمة المكانية إلى الرقم باللون الأحمر فوق، هذا أحاد، عشرات، مئات، ألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، زين؟ عندنا فقرة أتأكد، قرب العدد إلى القيمة المكانية للرقم الذي باللون الأحمر، يعني اللون الأحمر ينطي أو ما ينطي، هذا معناه، فمن أجعل التسعة التسعة تنطي من الأعداد الكريمة فتصير صفر. صفر 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 تنطي واحد تصير ثلاثة أربعة. زين نجي هنا الأربعة ما تنطي تصير صفر 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 وتنزل بقية الأرقام نفس ما جاءت. زين قرب العدد لأقرب مليون، هنا محدد لي لأقرب مليون، وين المليون؟ خلينا نشوفه، أحاد، عشرات، مئات، ألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، أحاد الملايين أو مليون، هذا أحاد الملايين. إذا أنا باوع على أربعة، الأربعة ما تنطي، فيصير صفر، 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 وثلاثة وسبعين مليون. بينما هنا أحاد عشرات مئات، ألوف عشرات الألوف، مئات الألوف، ملايين. يعني تنطي تصير 3 اصفار هنا 6 اصفار وانسى المليون وانزل على الواحد يصير 2 8 5. زين لان جاء الواحد هاي هو 5 وهنا ايضا احاد عشرات مئات الوف عشرات الالوف مئات الالوف ملايين صح؟ 5 تنطي راح تنطي 1 للاربعه وتصير 3 3 0. انطت الاربعه صارت 5 وهنا الملايين اللي هي 3 اصفار. زين حوط الاجابه الصحيحه، العدد اللي راح نحوط هذه الاجابه الصحيحه نشوفه، هذا العدد هذا العدد اللي اقرب 100,000 خلينا نشوفه، احاد عشرات مئات الوف عشرات الالوف مئات الالوف ملايين. اول شيء كمئات الالوف، هاي احنا كمئات الالوف، هاي احاد عشرات مئات الوف عشرات الالوف مئات، الثلاثه ما راح تنطي فراح يصير هنا بالستة صفر، فراح يكون أقرب 100,000، راح يكون هذا الجواب الصحيح. زين بينما لأقرب مليون احنا قلنا أحد عشرات مئات الألوف عشرات الألوف مئات الألوف، بالستة راح تنطي بالستة راح تنطي بالسبعة فصير ثمانية، فيصير هذا لأقرب مليون. نفس الطريقة نجي هنا أحد عشرات مئات الألوف عشرات الألوف مئات الألوف، الأربعة ما تنطي يعني هنا تصير صفر، واللي موجود هذا راح يكون هذا الاختيار. بينما الحالة الثانية انه احاد عشرات مئات الوف عشرات الالوف مئات الالوف ملايين، الاربعة ايضا ما تنطي فراح يصير الاختيار هذا الاختيار. زين يقول مساحة قارة اوروبا 10 ملايين و 180 الف كيلو متر، قرب المساحة لاقرب 100,000. اول شيء نكتبها 10 ملايين، هاي 10 ملايين ومئة وثمانون ألفا ومئة وثمانون ألف، شوف هاي الوحدات هاي الآلاف هاي أحد الملايين هاي عشرات الملايين. قرب المساحة لأقرب 100,000، هاي 100,000 الواحد ما ينطي فراح يصير تقريبا، هاي نخليها مرة ثانية، هذه المساحة نقربها لأقرب 100,000، أنا إما هاي 100,000 هذا انه الواحد ما ينطي فراح يصير 10 ملايين التقريب مالتها كيلو متر مربع. زين نجي على الموضوع الاخر اللي موجود ايضا تكمله، يقول يقطع الضوء مسافه، هاي المسافه كيلو متر في الثانيه الواحده، خلينا نقربها لاقرب مليون، خلينا نكتبها صحيح 8 5 4 2 9 7 هاي احنا بالالوف دخلنا علما الى خانه الملايين
يعني 299 مليون و792 الف و458، يعني المضربه الاقرب مليون هذا المليون. وين ننظر الى السبعه، السبعه راح تنطي وراح يصير تقريبا شوفوا صفر 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 صفر، السبعه تنطي صفر، السبعه تنطي واحد، للتسعه صارت 10، تسعه صارت واحد، وجلنا هنا صار 3 كيلو متر في الثانيه. هذا تقريب زين. يقول اذا كانت عدد البطاريات التي ينتجها مصنع فهل من المعقول ان ينتج 88 مليون بطاريه تقريبا؟ فسر اجابه. خلينا نشوف ونقربه ونشوف يقدر لو ما يقدر هذا. فنجي احنا هذا 8 7 2 بوينت 0 2 عفوا 2 5 2 زين، احد عشرات مئات الوف، عشرات الالوف، مئات الالوف، ملايين. احنا هنا هذا شنو؟ هاي ملايين. احنا ايش راح نقربه؟ راح نقربه لاقرب مليون. اذا قربناه لاقرب مليون راح يصير صفر صفر صفر، هنا 2 صفر 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 صفر، 87 مليون. فهل من المعقول ان ينتج 88 تقريبا؟ كلا، نقول كلا، جواب كلا. ليش؟ هذا التقريب مالته كلا الجواب، لان هنا من قربنا يطلع 87 مليون. نجي هنا قرب العدد الى القيمه المكانيه الموجوده باللون الاحمر. عندي هنا الاربعه، الاربعه ما تنطي فتصير صفر 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 صفر، وصلت الاربعه صفر، هاي تصير سبعه. زين، هنا السته الواحد السته تنطي فتصير صفر صفر صفر، سبعه صفر صفر صفر، السته تصير سته. زين، هنا الصفر صفر 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 ما ينطي، يجي 6 4 3 1 3، بينما هنا ايضا صفر صفر صفر، الصفر ايضا هنا ما ينطي، فصير 8 2 8 0 0 6. زين، من اقدر اقرب لاقرب مليون بنفس الطريقه اللي حليناها هسه، يعني احنا نشوف وين الملايين. هاي خانه الاحاد، وهاي خانه الالوف، احاد عشرات الوف، مئات الالوف، عشرات الالوف، مئات الالوف، هاي الملايين. اذا هي الاثنين ما تنطي، وراح يصير هنا صفر 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 صفر، ست اصفار. وصلت للاثنين، الاثنين ما تنطي، السبعه وصلت للسبعه، سبعه ثلاثه سبعه. هنا ايضا احاد عشرات مئات الوف، عشرات الالوف، مئات الالوف. نباوع الاثنين، هنا ايضا ما تنطي، مئات الالوف ما تنطي، فراح يصير صفر صفر صفر، وهنا صفر صفر صفر، وستة واحد ستة. حوط الإجابة الصحيحة للعدد. إذا أريد أحوط لأقرب 100,000 نفس الطريقة اللي سويناها هناك، نجي أول شيء لأقرب 100,000، هاي أحاد عشرات مئات ألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف. عشرات الألوف هي اللي نقيس عليها، السبعة راح تنطي واحد للثمانية تصير تسعة، فالاختيار راح يصير مئات الألف هذا الرقم. زين، بالملايين نجي احاد عشرات مئات الوف، عشرات الالوف، مئات الالوف. الثمانيه ايضا راح تنطي واحد، لان هنا للملايين فتصير 411 مليون، فراح نختار هذا الاختيار. زين، نجي على الرقم الثاني، احاد عشرات مئات الوف، عشرات الالوف، مئات الالوف. الاربعه ما تنطي، فراح تصير هنا الخمسه تصير صفر، فالاختيار راح يكون هذا الاختيار. زين، بينما من نجي على احاد عشرات مئات الالوف، عشرات الالوف، مئات الالوف، الخمسه راح تنطي، راح تصير هنا ثلاثه، فتصير هذا الاختيار. هذا بالنسبه لحل هذا السؤال. يقول مساحه قاره افريقيا، هذا الرقم خلينا نقراه اول شيء نشوفه، احاد عشرات مئات الالوف، عشرات الالوف، مئات الالوف، اذا هو 31 مليون كيلو متر. قربه مستخدما مستعملا مستقيم الاعداد. خلينا نشوف شلون نستخدم مستقيم الاعداد. عندنا هنا اول شيء نسوي مساحه افريقيا اللي هي 31 مليون كيلومتر مربع، هاي 31. اول شيء خلينا نقربها قبل لا نستخدم مستقيم الاعداد. 31 نقربها، 31 مليون و 370 الف، 72,000. من اقربها، هاي عندي احاد عشرات مئات الوف، عشرات الالوف، مئات الالوف، من اقربها للملايين، باع من اقربها للملايين ما تنطي، فراح يبقى 31 مليون تقريبا.
واحد وثلاثين مليون، راح يبقى 31 مليون. فاجي هنا اني عندي هذه اللي هي خلينا نقول احنا شنو هاي 31، هاي 32 مليون صح؟ هاي 32 مليون وعندي هاي 31 مليون، هي لمن اقرب؟ اقرب لل 31 مليون تقريبا هنا أنا. هاي 31 و 370 الف صح؟ هذا احنا من نقرب لل 31 مليون زين، هي راح تكون اقرب لمن؟ اقرب لل 31، هذه هي راح تكون اقرب لل 31 مليون زين. اكتشف الخطأ، خلينا نشوف خطأ سعاد. العدد 432 مليون و500 الف و211 مقرب لاقرب مليون، كتبته بهذه الصيغه. اول شيء خلينا نكتب العدد 432 مليون زين و500 الف و500 الف و201 و500 الف و200 و500 الف عفوا 500 الف و201 432 مليون و500 الف، هاي 500 الف بس 500 الف هاي صفرين و201 هاي 201 هاي خانة الاحاد، هاي خانة الالوف وهاي خانة الملايين زين. هذا العدد نريد نقربه، مقرب لأقرب مليون. أقرب مليون شو يصير؟ شوفوا أقرب مليون شو يصير، هو هذا يصير صفر 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 صفر. أول شيء ستة صفر زين، الخمسة تنطي، الخمسة من تنطي هاي راح تصير 433. هذا خطأ سعاد، هي كاتبة 432. تقريب العدد، هذا العدد اللي هو 2 9 9 5 3 0 1 0 2 من أقربه إلى أقرب، أرض قربة إلى أقرب مليون بنفس الطريقة. هاي أقرب مليون، أول شيء خلي ست أصفار قبل لا أقرب زين. أجي هذا أحد عشرات مئات ألوف، عشرات الألوف مئات الألوف. الخمسة تنطي، طبعا الخمسة من تنطي، تنطي من صفر للتسعة تصير صفر، التسعة تنطي تصير عشرة راح تصير ثلاثة. هذا هو التقريب مالته، يعني يصير 300 مليون. هذا بالنسبة لحل الأسئلة، تمارينات للتقريب من الأعداد الملايين. هنا انتهى درسنا لهذا اليوم، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.